السلام عليكم حبايب الجامعين، يا رب تكونوا بخير. يا رب كده تكون ظبطت شابتر 1 كويس ولميتوه وحليته عليه علشان تبدا على رواقه شابتر 2. برضه زي ما عملت معاك في شابتر 1 قسمته لك على كذا فيديو كده، يا رب كده تكون يعني الفيديوهات اللي نزلت ديت مفيده بالنسبه ليك. هنظبط برضه شابتر 2، هنقسم الشابتر برضه لفيديوهات صغيره كده، هي يعني مش صغيره قوي يعني، بس يعني هتلم ليك الدنيا كلها. تمام، هقسم ليك برضو شابتر 2 على توبكس زي ما عملت شابتر 1، شرحت افكار وحاجات مهمه جدا لازم هتيجي في الامتحان. برضو هاكد لك شابتر 2 هنا على افكار وحاجات مهمه جدا لازم تدرب نفسك عليها علشان باذن الله هتلاقيها في الامتحان. خلاص، مش عارف انا هعمل شابتر 2 على كام فيديو، هو شابتر 1 انا كنت محضر وعارف هعمل كام فيديو ليه، انما شابتر 2 يعني في الغالب ممكن 6 او 7 فيديوهات برضو زي شابتر 1. تمام، بس انا معرفش والله انا هعمل كام فيديو فيه لسه، بس يعني سيب الدنيا كده ماشيه وان شاء الله كل حاجه تبقى تمام. خلاص، الفيديو الاولاني دوت هنتكلم فيه عن الماجنتيك فلكس لاينز اللي هي الفاي ار. ركز بقى معايا في الفاي ار، وركز معايا من شابتر 2 علشان شابتر 2 وشابتر 3 وشابتر 4 هتلاقي فيه سيتا الانجل. طبعا السيتا ديت انا عامل فيديو صغير كده 10 دقايق ولا حاجه هلم لك فيه الانجلز كلها. تمام، بس انا همسك ادام بنتكلم في التوبيك بتاع الفاي ام، همسك لك واظبط لك السيتا بتاعت الفاي ام برضو في كل ايه؟ في الفيديو اللي احنا بنتكلم فيه. تمام، فركز في موضوع السيتا علشان السيتا ديت بيقعد يلف ويدور ويحور فيها في الامتحان. خلاص، في الفيديو ده هنتكلم عن الفاي ام، تعالى كده افكرك بالفاي ام والكيس بتاعتها كلها وهنظبط الدنيا باذن الله سوا. خلاص، بسم الله وابدا معايا. يلا بسم الله الرحمن الرحيم وابدا معايا. اول سؤال هنا احنا هنتكلم طبعا عن الفاي ام، بيقول لك هنا ان في كويل، كويل اوف كروس سكشن اريا تبقى ديت اللي هي الايه، از بليس هنا ماجنتيك فلكس دنسي اللي هي البي، وير ذا فلكس ذا ماجنتيك فلكس باسنج ثرو ات از ماكسيمم، كالكوليت ذا ماجنتيك فلكس وين ات روتيتس كلوك وايز فور انجل سنتر. طبعا انت ناسي، تعالى افكرك، افكرك بايه؟ انت معاك حاجه اسمها الماجنتيك فيلد اللي هي الفاي ام. طيب الفاي ام ديت ايه الرول بتاعها؟ هي بي تايمز اي تايمز ساين سيتا، ودي اول سيتا معاك، اول سيتا معاك لازم تاخد بالك منها. طيب بيقول لك ان الفاي ام ايكوال بي في الاي في ساين سيتا، انت بقى ما تسكتش، لازم تحدد السيتا ديت وتقول لي هي بين مين ومين. تمام، السيتا بتاعت الفاي ام هي كونفاين بتوين حاجه اسمها الكويل مع دايركشن الماجنتيك فيلد. يبقى انت دلوقتي معاك الفاي ام بي في الاي في ساين سيتا، والسيتا بتوين الكويل والايه؟ السيتا بتوين الكويل والايه. خلاص، طيب ايه الكيسز بتاعت الفاي ام؟ ممكن اول كيس تلاقي ان في كويل باراليل للفيلد، يبقى السيتا بتوين الكويل والفيلد ايكوال زيرو، في الحاله ديت تلاقي الفاي ام هنا ايكوال ايه؟ ايكوال زيرو. ممكن تلاقي دايركشن فيلد وتلاقي الكويل بيربنديكولار على الفيلد، في الحاله ديت اللي هتلاقي فيه الكويل والفيلد بيربنديكولار يبقى السيتا ما بين الاثنين بكام؟ ب 90، يعني كده الفاي ام ديت هتبقى ايه؟ هتبقى ماكسيمم فاليو مش زيرو. تمام؟ يبقى انت معاك الكويل يا اما باراليل فتلاقي الفاي ام ايكوال زيرو، يا اما الكويل بيربنديكولار فتلاقي الفاي ام ايكوال ايه؟ ها؟ ماكس. تمام؟ ممكن يحصل روتيشن، الروتيشن دوت لو حصل ما بين لو حصل من الباراليل بوزيشن، بص كده على ايدي، كويل وفيلد الاثنين باراليل، لو الكويل اتحرك ولف من البارل بوزيشن السيتا اللي هتتعمل هي اللي هتكون ما بين الكويل والايه؟ الكويل والفيلد. بما ان السيتا اللي ظهرت ما بين الكويل والفيلد فكده الروتيشن من البارل بوزيشن بشتغل بنفس السيتا. احفظ معايا وركز معايا. لو الكويل هيلف من البارل بوزيشن يبقى انت هتشتغل بنفس الايه؟ بنفس السيتا. امال لو انت معاك كويل، الكويل نفسه كان بيربنديكولار، كويل بيربنديكولار على دايركشن فيلد، لما يجي ينزل هينزل سيتا على ايه؟ على الهواء. بص كده، انا هقول لك ان ده الكويل وده كده دايركشن الفيلد. تمام، شايف انت القلم هو اللي هيبدا ينزل، هنعتبر ان ايدي ديت اللي هي الكويل ده الفيرست بوزيشن، والقلم لما يبدا يتحرك هيبقى ده الايه؟ السكند بوزيشن. تمام، لو دلوقتي معايا ديت ايدي ديت هي الماجنتيك فيلد ومعايا الفيرست بوزيشن ده للكويل والقلم ده السكند بوزيشن. تمام، دلوقتي فين السيتا اللي المفروض تشتغل بيها؟ هل اللي ما بين الكويل القلم دوت مع الهوريزونتال اللي هي ايدي الهوريزونتال ديت اللي هو دايركشن فيلد، ولا مع الفيرتيكال اللي هي الفيرست بوزيشن؟ المفروض الكويل لما يتحرك من البربنديكولار بوزيشن بينزل من البربنديكولار، هتلاقي السيتا اللي بتحركها ما بين ايه؟ الفيرست والسكند بوزيشن، لكن انت محتاج تجيب السيتا الثانيه اللي ما بين ايه؟
الكويل ودايركشن فيلد تمام، فلازم تعمل مايكي ماينس ايه ماينس السي. فانت هتحفظ اربع حاجات، ان الكويل بارل يبقى الفاي ام 0، الكويل بيربنديكولر يبقى الفاي ام ايه الفاي ام ماكس. طيب الكويل هيبدا يلف يعمل روتيشن من البارل بوزيشن، اشتغل بنفس السي هيلف من البيربنديكولر بوزيشن، يبقى هعمل 90 ماينس ايه 90 ماينس سي. كل الحاجات دي طبعا معاك فين الورق بتاعك الدي 3، انت فاتح معايا الورق دلوقتي وبتظبط ايه كل حاجه تمام. طيب هل هو هيجي يقول لك انا هعمل روتيشن من البارل بوزيشن بس او البيربنديكولر بس؟ لا، اي كلمه تديك نفس معنى البارل او البيربنديكولر تمام. ممكن اجي اقول لك انا هعمل روتيشن من المينيمم بوزيشن، ما هو المينيمم بوزيشن يعني هبدا منين؟ من الزيرو اللي هو البارل. او ممكن اعمل روتيشن منين؟ من الماكسيمم بوزيشن. خلاص دي الكيسز كلها، تعالى بقى نظبط الاسئله بتاعتك. هنا هو قال لك انا هعمل روتيشن من الماكسيمم بوزيشن، من الماكسيمم بوزيشن وفر على نفسك وارسم، هنوفر على نفسك وايه وارسم. طيب تعالى هظبط لك كده الدنيا هنا. لو جيت ارسم ليك دلوقتي هنا ان في كويل بيربنديكولر، الكويل البيربنديكولر دوت لما يبدا يتحرك من البيربنديكولر بوزيشن وينزل تمام، هل انت عارف هو لف قد ايه؟ تعالى نشوف. هو هنا في السؤال بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان هو هيلف من الماكسيمم، فعايز هو هيبدا الروتيشن من الماكسيمم ويلف كلوك وايز انجل 30. كلوك وايز يعني ينزل يمين، انتي كلوك وايز يطلع ايه شمال. لما ينزل انجل 30 يبقى هو نزل كده كلوك وايز ايه 30، يبقى الحته اللي هو نزلها ديت كان 30، بما ان هو هيلف من البيربنديكولر بوزيشن ها، يبقى انا هشتغل بالسيتا ولا اعمل 90 ماينس سيتا؟ الكويل هيلف من البيربنديكولر بوزيشن، يبقى اشتغل ب 90 ماينس ايه 90 ماينس سيتا تمام. يبقى انت دلوقتي الفاي ام بتاعتك هتبقى ايكوال البي تايمز الاي تايمز ساين ساين ايه ساين سيتا، بس السيتا دي انت هتعملها ازاي؟ 90 ماينس السيتا اللي لفها، يعني هتعمل لي 90 ماينس السيتا اللي لفها كام؟ 30. يبقى انت هتشتغل هنا سيتا كام؟ سيتا 60. خلاص؟ طيب معاك انت الفلكس دنسي اللي هي البي 0.05، معاك الكروس سكشن اريا اللي هي ب 2، تقدر تطلع انت الفاي ام واليونت بتاعتها ايه؟ الوبر. خلاص؟ انا خدت شويه وقت بس في اول سؤال عشان افكرك بتحل ازاي. تعالى بقى في السؤال اللي بعده هنا. السؤال ده بيقول لك هنا اكروس سكشن اريا كويل اوف كروس سكشن اريا، يبقى ديت الاي 1 متر سكوير. اس بليس ان فلكس دنسي، يبقى ديت البي 0.08 تسلا. وير ذا فلكس دنسي باسنج ات از مينيمم، اداة مينيمم يبقى ترسم لي كويل بارل. يبقى كده انا عرفت ان الكويل هيبدا يلف من البارل، يبقى اشتغل بنفس السيتا، اشتغل بنفس السيتا. طيب عايز بيقول لك كالكوليت الفلكس لاينز وين ات روتيتس انتي كلوك وايز، انتي كلوك وايز يعني يطلع لفوق. انتي كلوك وايز انجل كام؟ 45. طيب الكويل دوت لما يلف انتي كلوك وايز من البارل بوزيشن انجل 45، يبقى هي نفس السيتا اللي انا هشتغل بيها. فتيجي تقول لي ان الفاي ام ايكوال البي في الاي في ساين السيتا، بالسيتا هعمل لها 90 ماينس سيتا ولا اشتغل بنفس السيتا اللي هو لفها؟ هشتغل بنفس السيتا اللي هي كام؟ 45. ومعاك البي ومعاك الاي، تقدر تطلع مين؟ الفاي. خش على اللي بعده. في السؤال ده بيقول لك هنا ريكتانجلر كويل اوف كروس سكشن اريا اي از بليس ان ا ماجنتيك فيلد اوف فلكس دنسي بي such that the plane of the coil makes an angle 30. يبقى انت معاك في الفيرست كيس كده في كويل عامل انجل 30 مع دايركشن فيلد. بص كده ده الكويل، الكويل عامل سيتا كام؟ 30 مع الفيلد. يعني كده فاي ام عندك اللي هي بي في الاي بساين كام؟ بساين 30. خلاص؟ طيب قال لك ان الفاي ام كام في الحاله ديت؟ قال لك لما انت تعمل الكويل دوت يعمل انجل 30 مع دايركشن فيلد كان في ماجنتيك فيلد 2 باي 10 باور نيجاتيف 2. هتفيدني في حاجه هقول لك عليها. بيقول لك كالكوليت ذا فاليو اوف ذا فلكس ذات باسنج ثرو ات وين ذا كويل روتيتس كلوك وايز كوارتر سايكل. كوارتر سايكل ديت حولها لسيتا. طب انا هحولها لسيتا ازاي؟ خد لي الكوارتر تايمز 360، يبقى هو يلف كام؟ 90. طيب هيلف 90 انتي كلوك وايز، هو كان عامل ايه؟ هو كان عامل 30. تعالى نظبطها كده ونشوف السيتا اللي هيبقى عاملها كام تمام. دلوقتي انت معاك، بص معايا هنا، معاك دايركشنال فيلد ومعاك كويل، الكويل عامل انجل كام؟ عامل انجل 30. دلوقتي الكويل دوت هيلف الاول كلوك وايز ولا انتي كلوك وايز؟ والله لو كلوك وايز يبقى هينزل ناحيه الفيلد، لو انتي كلوك وايز هيطلع ويزيد
الناحيه الثانيه شمال يطلع لفوق تمام. هو قال لك ان الكويل هيلف ايه هيلف كلوك وايز. هيلف كلوك وايز يعني الكويل ينزل لايه ينزل لتحت. طيب هيلف كلوك وايز باي سيتا كام؟ قال لك كوارتر وانا جبتها بكام؟ جبناها ب 90. طب لما ينزل 90 هل هو هيتحرك ال 90 ينزل كلوك وايز ال 90 من البارل بوزيشن يعني هو كان عامل 0 فيلف 90 يبقى بيربنديكولار وخلاص؟ اكيد لا. هو كان عامل انجل كام؟ 30. فانا همشي عادي واحسب الروتيشن بتاعه لغايه ما يعمل كام؟ يلف 90. طب تعالى نعملها كده. اول حاجه هو لما يجي ينزل هينزل ال 30 فهيبقى ايه؟ هيبقى بارل. لما ينزل ال 30 فاضل كام عشان يبقى وصل لل 90؟ فاضل 60. يبقى هينزل يكمل 60 ويبقى عامل كده. يبقى السيتا اللي بقى الكويل عاملها مع دايركشن فيل هو كان عامل 30 نزلها الاول بقى بارل بعد كده كمل من البارل واخد بالك؟ كمل من البارل عمل سيتا 60. يبقى كده السيتا اللي بقى هو لسه عاملها بقت كام؟ 60. يبقى انا هشتغل بساين ايه؟ ساين 60. يبقى اجي اعوض في الايكويشن بتاعتي بقول ان الفاي ام ايكوال بي في الايه؟ في ساين 60. طب انت عندك البي في الايه؟ مش عندك. تطلع فوق بقى هو مديك ايه؟ مديك الفاي ام لما كان عامل انجل كام؟ عامل انجل 30. فمنها تجيب لي البي في الايه على بعض ازاي؟ هتعوض بالفاي ام اللي هي 2 باي 10 باور نيجاتيف 2 هتقول ايكوال بي في الايه؟ ساين 30 اللي هي كام؟ اللي هي هاف. يبقى انت هنا تقدر تعمل كروس مالتيبليكيشن وتجيب لي الفاليو بتاعت البي في مين؟ البي دوت ايه. فكده البي في الايه هتبقى ايكوال 2 في 2 باي 10 باور نيجاتيف 4 اللي هي كام؟ 4 باي 10 باور نيجاتيف 2 تمام؟ طيب يبقى انت معاك البي في الايه هتبقى 4 باي 10 باور نيجاتيف 2 هتعملها تايمز مين؟ ساين 60. يبقى انت كده 4 تايمز 10 باور نيجاتيف 2 هتعملها تايمز ساين ايه؟ ساين 60. هيطلع ليك الانسر 0.034 يعني كده 0.034 مش موجود يبقى ناكل الانسر خلاص. طيب كمل معايا السؤال اللي بعده. بيقول لك هنا rectangular coil is placed in a uniform magnetic field the flux magnetic flux through the coil becomes maximum value امتى؟ لما يبقى الكويل becomes امتى الفاي ام تبقى ماكس؟ لما يبقى الكويل perpendicular. طيب يبقى انت هتختار لي perpendicular direction field. طيب امتى بيبقى minimum؟ بيبقى zero. هنا كده بيقول لك ايه؟ flux density او magnetic flux lines vanishes. بمشيز يعني ايكوال زيرو. طب امتى بتبقى ايكوال زيرو؟ لو الكويل بيبقى ايه؟ كويل بيبقى بارل. فتختار لي مين؟ تختار لي بارل تمام. طيب ازاي افرق ما بين فلكس لاينز وفلكس دنسيتي؟ ممكن من اليونت ويبر والايه والتسلا. ويبر ديت بتاعت الفاي ام فلكس لاين فلكس دنسيتي اللي هي بالتسلا اللي هي بي تمام. افرق بينهم من الكلام هو لو عايز ماجنتيك فيلد فلكس لاينز اللي هي الفاي ام هيقول لك ماجنتيك فيلد ماجنتيك فلكس وخلاص. عايز الماجنتيك فلكس دنسيتي دنسيتي لازم تلاقي الكلمه ديت مكتوبه اللي هي دنسيتي فيقصد مين؟ يقصد البي خلاص. طيب نكمل مع بعض. السؤال ده بيقول لك هنا the opposite figure shows a coil whose plane is parallel. معاك كويل بارل تو بارل تو a uniform magnetic field of flux density b. If the coil has rotated in clockwise الكويل هيلف clockwise يعني ينزل لتحت يمين ماشي clockwise direction by angle can 140 the flux line phi m that passes through the cross section area of the coil هيحصل لها. بص قسم الثيتا اللي هيلفها هتقسمها لقد ايه؟ قسمها 90 وشوف فاضل قد ايه. لو فاضل اكتر من 90 يبقى هتجيب كمان 90 وتشوف فاضل قد ايه. يبقى انت هتفضل تقسمها ايه؟ 90. والله اللي بعدها مش واصل ل 90 يبقى هلف اللي بعدها وخلاص. طيب 90 ولقيت كمان ان هو في رقم اكتر من ال 90 متبقي معاك يبقى انت هتلف كمان 90 ماشي. يبقى انت هتمشيها ايه؟ 90 بعدين 90 بعدين 90 لغايه ما ايه؟ ما تلف الثيتا اللي هو متبقي. هو بيقول لك انا هلف كلوك وايز 140 فانا هقسم ال 140 الاول على ايه؟ على 90 والف ال 90 واشوف الفاي ام هيحصل لها ايه. تعالى كده الكويل بارل لما يجي يلف 90 اكيد هيلف 90 من البارل هيبقى ايه؟ هيبقى بيربنديكلر. طيب لما يبقى الكويل بيربنديكلر ده معناه ان الفاي ام كده بقت ايه؟ بقت ماكس. يعني كده حصل لها انكريز ولا ديكريز؟ كده حصل لها انكريز. يبقى انت عرفت في اول سيتا اللي هي 90 اول جزء من 140 يبقى انت كده
عملت ان الفاي ام ايه الفاي ام انكريس. تمام، يبقى انت هنا كده اول حاجه الفاي ام ايه الفاي ام انكريس. كلام جميل. طيب بعد كده المفروض انت عايز تلف كام؟ انت عايز تلف 140. هل كده انت لفتها؟ اكيد لا، انت لفيت منها كام؟ 90. شوف فاضل كام عشان تبقى انت لفيت كده ال 140. هتعمل 140 ماينس 90 تطلع كام؟ تطلع 50. يبقى انت هتلف من البوزيشن اللي انت واقف عنده اللي هو كان بيربنديكولر، ادي دايركشن فيلد وادي الكويل بيربنديكولر. هتبدا تلف ايه؟ برضه انت مكمل كلوك وايز، هتلف ايه؟ تلف 50. يبقى الكويل بقى عامل الشكل الاصفر ده. يبقى هو لف دلوقتي كام؟ لف 50. طب السيتا اللي لفها ديت، السيتا اللي لفها كده حصل ايه للفاي ام؟ لو انت عايز الفاي ام مبدئيا انت هتشتغل بسيتا 50 ولا الثانيه اللي هي 90 ماينس سيتا؟ عايز تعرف شوف الكويل هيبدا يلف منين. انت من البوزيشن اللي انت واقف عنده اللي انت كنت عامل فيه سيتا 90 يعني الماكسيموم، بدات تنزل من البربنديكولر سيتا 50، يبقى انت هتعمل ها 90 ماينس 50 فتشتغل ايه؟ بسيتا 40. يبقى انت لو عايز الفاي ام هتبقى ايكوال بي في الاي في ساين 40. كلام جميل. طيب انت دلوقتي كنت بارل لفيت 90 بقيت بربنديكولر، يبقى حصل انكريز للفاي ام، من البربنديكولر لفيت كمان 50 فهتشتغل بسيتا 40، فهيحصل ايه للفاي ام؟ اكيد هيحصل لها ديكريز. يبقى انت عرفت دلوقتي ان انت قسمت الفاي ام بتاعتك على مرتين، مره انكريز وبعدها ها ديكريز. يبقى انت دلوقتي هتقول لي انكريزز زين ايه؟ زين ديكريز. خلاص فهمت فكره السؤال؟ مهم. شوف السؤال اللي بعده على نفس الفكره برضه، بيقول لك هنا ذا اوبزيت فيجر، اوبزيت فيجر shows a side view of a coil while being placed in magnetic field. Which of the following actions makes the magnetic flux that pass through the coil decreases till it vanishes, till in E it vanishes, يعني بقت zero, then gets increasing till it reaches its initial value. نمسك حاجة حاجة. الأول أنا عايز أخلي إيه؟ الكويل دوت. شايف أنت الكويل ده؟ هو عامل سيتا كام؟ الكويل عامل سيتا 60 مع الفيل. يبقى انا فاي ام في الحاله ديت ايكوال بي في الاي في ساين، ها هو الكويل عامل سيتا 60 يشتغل بنفس السيتا يبقى سيتا 60. طيب البي في الاي في ساين 60 يبقى دي الفاليو الاولانيه. انا عايز بقى الفاليو دي توصل لايه؟ قال لك فانشز. فين الكلمه؟ اهي فانشز، يعني تبقى كام؟ زيرو. هو امتى الفاي ام بتبقى زيرو؟ الفاي ام بتبقى زيرو في حاله واحده، ان الكويل يبقى بارل. يبقى انت لازم تخلي الكويل ده ينزل السيكس اللي هو عاملها. يبقى هو مبدئيا هينزل ولا يطلع؟ هينزل، يعني كلوك وايز ولا انتي كلوك وايز؟ هينزل، يبقى كلوك وايز. يبقى هو هينزل الاول 60، يبقى لف 60 ها لف كام؟ لف 60 كلوك وايز. طيب انا عايز بقى اوصله، بيقول لك ايه بعد كده؟ then gets increasing. اعمل ايه للفاي ام؟ انكريز تاني. طيب لغايه ما توصل لنفس الفاليو اللي كان عليها. طب الفاليو بتاعته كانت بي في الاي في ساين كام؟ ساين 60. فانا عايز اخليه يوصل كام؟ ل فاي ام ايكوال بي في الاي في ساين 60 تاني. يبقى انا اخليه يلف من البارل كام؟ يلف من البارل اكيد 60. ليه؟ ما هو اصلا كان عامل بي في الاي في ساين 60، فهو دلوقتي بقى بزيرو، عايز ارجعه تاني لبي في الاي في ساين 60 وهو اصلا بزيرو، واخد بالك؟ بزيرو، اخليه يلف 60. فالسيتا اللي هتظهر هتبقى ما بين الكويل والفيل، يعني كده ينزل كلوك وايز تاني انجل كام؟ انجل 6. يبقى هو نزل المره الاولانيه 60 وبعد كده في المره الثانيه 6، يبقى على بعضها لف كلوك وايز انجل كام؟ 60 بلس 60، يبقى تختار انجل كام؟ 120. بس 120 كلوك وايز ولا انتي كلوك وايز؟ اكيد كلوك وايز. يبقى هتختار ان هو هيلف روتيت كلوك وايز واي انجل كام؟ 120. خلاص كمل معايا السؤال اللي بعده. في السؤال ده بيقول لك هنا the opposite figure shows side view of a coil that is placed in a magnetic field if the coil rotated through an angle 120. الكويل هيلف 120 بس counter clockwise يعني anti clockwise. The variation of the flux through the coil versus the variation of the angle theta between the coil and the field lines is represented by graph A. معاك انت كويل عامل انجل 30، يبقى اكيد الفاي ام ايكوال بي في الاي ساين 30. ساين 30 بكام؟ بهاف، يعني الفاي ام ديت هي عباره عن هاف فاي ام، يعني هو المفروض يبدا الروتيشن بتاعه من هاف ايه؟ هاف فاي ام.
طيب قال لك هيلف كام 120، هيلف 120 كلوك وايز ولا انتي كلوك وايز؟ هي هتفرق في حاجه؟ تفرق كتير جدا. هقول لك الحالتين، لو هو لف انتي كلوك وايز زي ما هو عايز هيطلع لفوق، وفي الحاله ديت بص كده هو كويل، الكويل والفيلد بينهم سيتا كام؟ 30. لو بدا انتي كلوك وايز هيطلع لفوق فالسيتا انكريس، يبقى كده الفاي ام انكريس. لكن لو هو عامل 30 ولف كلوك وايز نزل لتحت فالسيتا ديكريس. يبقى شفت الفرق؟ ان هو لو طلع انتي كلوك وايز يبقى كده بيروح للماكس، يبقى كده سيتا انكريس. لكن لو هو نزل كلوك وايز يبقى بيروح ناحيه البارل بوزيشن، فكده السيتا ايه؟ السيتا ديكريس. طيب هو هيلف انتي كلوك وايز، هيلف كام؟ 120. يبقى انت هتضيف على ال 30 120 تمام، بس انتي كلوك وايز. هيلف كام؟ 120 انتي كلوك وايز. يبقى انت هتضيف 120. يبقى انت هنا كده الكويل نفسه كان عامل كام؟ كان عامل 30، هيلف كمان 120. فيبقى كده، يبقى دي كلها كام؟ 120 بلس ال 30 اللي كان عاملها بقت 100 ايه؟ 150. طيب يبقى ديت كام؟ ما انت معاك الستريت لاين كامل 180، فديت المفروض تبقى كام؟ دي 150 150، والثانيه المفروض 180 كلها، فلازم دي تبقى كام؟ تبقى 30. ايه ده؟ يعني الكويل عامل انجل ايه؟ عامل انجل 30. عامل انجل 30 يعني ايه؟ يعني الفاي ام ايكوال بي في الايه في ساينس 30. ساينس 30 يعني ايه؟ يعني هاف فاي ام. ايه ده؟ يعني هيوصل لنفس الفاليو ثاني تمام، بس في الايه؟ هيوصل برضه لنفس الفاليو ثاني تمام. طيب كده هو وصل لنفس الفاليو بتاعته، بس بانكريز ولا يعني بص كده على الجرافس ديت وانت هتفهم القصد، ان انت الفاي ام زاد وبعد كده قل ولا قل وبعدين زاد؟ هو لف انتي كلوك وايز يعني الفاي ام زادت فوصل بيربنديكولار بقى ماكس، بعد كده نزل تاني فديكريز، واصلانك طلع بقى ماكس بعدين نزل لديكريز. يبقى انت تختار لي اول ايه؟ اول فيجر. اول فيجر بدأ من فاي اوفر 2 هاف الفاي ام، بس حصل ايه؟ انكريز لغايه ما وصل للماكس، بعد كده ديكريز لغايه ما وصل لنفس الفاليو الثاني فاي على كام؟ فاي اوفر 2. انما بص الفيجر الثاني ده كان ينفع، اللي هو الفيجر ده ينفع في حاله ان هو يلف 120 برده بس كلوك وايز. ليه؟ علشان الفاي ام ساعتها المفروض الكويل هيبقى بارل، فالسيتا هتبقى زيرو فالفاي ام تبقى زيرو، يعني يحصل ديكريز بعد كده يبدا يزيد ثاني. خلاص؟ يبقى انت هنا تختار لي اول ايه؟ اول فيجر. نشوف كده السؤال اللي بعده. في السؤال ده بيقول لك the opposite diagram shows a rectangular coil that is moving with constant velocity towards the right direction of the A of the ridge penetrating a uniform magnetic field which is normal into the ridge. So the relation between the magnetic flux phi m that passes through the coil during its motion من position A to position B and the time represented by B. دلوقتي انت معاك اكسات، ده الدايركشن بتاع ايه؟ الماجنتيك فيلد. معاك الكويل اللي بره دوت، داخل فيه اي اكسات؟ اكيد لا، يعني الفاي بكام؟ الفاي بزيرو. اول ما يبدا يتحرك ويبدا يدخل كده الاكسات هتبدا تدخل جوه الكويل، هيحصل ايه للفاي؟ هيحصل الفاي انكريز. طيب الكويل بيتحرك جوه، لا في اكس بتزيد ولا اكس بتقل، يبقى كده هيفضل كونست تمام. لما يجي يطلع بره كده الاكسات بتطلع بره الكويل، فكده الفاي ديكريز. يبقى انت عرفت هو لسه داخل للكيل سواء اكس او دوت داخل، فالفيلد لسه هيتكون جوه الكويل، هيعمل بنتريشن للايه؟ للكروس سكشن اريا بتاعت الكويل، فكده الفاي انكريز. بعد كده طول ما الكويل بيتحرك في نفس الفيلد يبقى نو فاريشن ان ماجنتيك فيلد، فتفضل كونست. بعد كده وهو طالع بره الفيلد الاكسات بتقل او الدوت بتقل، يعني كده ديكريز. فانت هتختار لي اخر فيجر على اساس ان هو انكريز بعدين كونست بعدين ايه؟ بعدين ديكريز. شوف السؤال اللي بعده. ممكن نعمل ريشيو للفاي ام. انت معاك الرول بتاع الفاي ام ايكوال بي في الاي في ساين سيتا، فممكن يقول لك ادي فاي 1 وادي فاي 2 اعمل لي ريشيو. طبعا انت معاك الفاي دايركت مع البي والاي والساين اي والساين سيتا، فسهل تقول لي فاي 1 على فاي 2 تبقى ايكوال ايه؟ بي 1 اوفر بي 2 تايمز اي 1 اوفر اي 2 تايمز ساين سيتا 1 اوفر ساين سيتا ايه؟ ساين سيتا 2. تعال نشوف السؤال. بيقول لك هنا 2 كيوبس اكس واي ذات هاف سايد لانسز ال و 3 ال ريسبكتيفلي ار افكتد باي اني فور ماجنتيك فيلد perpendicularly on the upper surface of each of them.
as shown in the other figure, so which of the following relations represents the relation between the magnetic flux that pass through the upper surface of the ال B واحدة نفس اللاينز هي اللي بتعمل بنتريشن لكيوب واي وكيوب اكس. طيب المفروض لو انت شايف السهم نازل بيربنديكولار دايركشن بتاع الفيلد بيعمل بنتريشن بيربنديكولار يعني سيتا ب 90 يبقى ساين 90 بون خلاص هتتشال. ال B كونستنت فتعمل ريليشن ما بين الفاي ومين وال A. طيب انت عايز ايه دلوقتي؟ ريليشن ما بين فاي ام الواي وفاي ام اكس، يبقى انت عامل لي ريشيو ما بين فاي واي على فاي ايه؟ على فاي اكس، تبقى ايكوال اريا يا دايركت مع الاريا، فاي ام دايركت مع الاريا، يبقى ايكوال اريا واي اوفر اريا مين؟ اريا اكس. كلام جميل. طيب تعال نشوف بقى الفاي واي على فاي اكس تبقى ايكوال كام؟ اريا واي تعال نحسبها كده، هو هيطلع هيدخل يعمل بنتريشن وقط من الايه؟ ابر سيرفيس. هو قال لك ان الاثنين كيوب اكس وكيوب واي هاف سايد لينس ال وكام؟ ال و 3 ال، تمام؟ ال وايه؟ ال و 3 ال. طيب في كيوب واي، كيوب واي انت شايف السايد لينس كام؟ سايد لينس 3 ال، في كيوب اكس ب ال. لو انت عايز الاريا في واي المفروض من فوق شكل الايه؟ السكوير، يعني سايد في سايد او ال سكوير. فكده هتعمل لواي اريا الواي اللي هو واي دوت اللي هو السايد لينس بتاعه 3 ال، هتعمل لي 3 ال تايمز 3 ال ديفايد هنا ال سايد لينس ال، يبقى ال تايمز ايه؟ ال تايمز ال، يعني كده ال مع ال وال مع ال 3 تايمز 3 تطلع كام؟ تطلع 9 اوفر 1. انت بقى عايز تعرف الفاي 1 فيها كام من 2 كده، اعمل كروس ايه؟ مالتيبليكيشن، يعني تعمل فاي واي في 1 يبقى فاي واي ايكوال فاي اكس في كام؟ في 9 يبقى 9 فاي اكس، او ان فاي ام اكس تبقى ايكوال 1 على 9 من فاي ايه؟ من فاي واي. تعال نشوف الفاي واي فيها 1 على 9 من اكس طبعا غلط، الفاي واي 3 فاي ام اكس طبعا غلط، فاي واي هي الفاي اكس طبعا غلط، فاي واي 9 فاي ام اكس هي ديت فتختار. خلاص نشوف كده السؤال اللي بعده. في السؤال ده ركز فيه عشان حلو جدا، بيقول لك the opposite figure shows two different positions x y for coil of area ليها 0.3 meter square in a uniform magnetic field of flux density اللي هي ال B. So the change in the magnetic flux delta phi m equal ما بين ال two coils. انت لو عايز delta phi m المشكلة مش هنا على فكرة، بس عادي هي equal ال delta phi m تبقى equal عادي، الدلتا عبارة عن second minus first، انت واخد الكلام ده كتير، يعني تعمل لي فاي ام 2 ماينس فاي ام مين؟ فاي ام 1. طيب المشكله بقى وانا بجيب الفاي ام، انت لسه واخد الرول بتاع الفاي ام، الفاي ام هات لي كده فاي ام 2 هي ايكوال بي في الاي في ساين السيتا. طيب هات لي فاي ام 1 نمسك واحده واحده، هات لي فاي ام 2 الاول، البي موجوده الاي موجوده السيتا، بص كده هي السيتا بكام في الفاي ام 2؟ كويل 2 مثلا انت عايز الديفرنس ما بين الاثنين، يعني ده 2 مثلا فاي 2 وده هيبقى ايه؟ فاي 1. طيب ده مثلا اللي هو خليها واي ماينس اكس عشان ما تتلخبطش، يعني انت بتجيب هنا الواي، واي دوت انت شايف فيه سيتا كام؟ بص كده في هنا سيتا كام؟ شايف ان في سيتا 60. طب السيتا 60 دي ما بين مين ومين؟ بص كده معايا، في سهم نازل على الكويل، هو فين الكويل؟ هعمله لك بالازرق، ده كده الكويل، وفي سهم بيربنديكولار على الكويل اللي هو بالاحمر ده، هو اللي عامل سيتا كام؟ سيتا 60 مع الفيل. هو ايه الموضوع؟ بص ايدي ديت هي الكويل، ركز معايا، الكويل دوت في حاجه بننزلها عليه وهميه كده ما بتتشافش انت عارفها، اسمها نورمال ايه؟ نورمال تو ذا كويل. انا في الفاي ام بجيب السيتا ما بين الكويل والفيل، افرض هو مديك سيتا ما بين النورمال والفيل، انا ماليش دعوه، انا عايز ايه للفاي ام؟ سيتا ما بين كويل وفيل. فانت اتعود لو انا عايز سيتا الكويل مع الفيل ومديك انا سيتا نورمال، اعمل 90 ماينس السيتا اللي عندك، يعني لو قلت لك ان النورمال تو ذا كويل ميكس انجل 30 وذ دايركشن اوف فيل،
النورمال بتاع الكويب عامل انجل 30 مع الفيل، وانا عايز الفاي ام، فالفاي ام بي في الاي في ساين سيتا، والسيتا بتاعت الكويل والفيل. فالنورمال لو عامل 30 على طول الكويل يعمل كام؟ 90 ماينس 30 فيشتغل ب 60 خلاص. فهنا فكره السؤال، التركايه الوحيده هنا ان انت ممكن ما تاخدش بالك ان السيتا هنا ما بين النورمال والفيل. طب وانا هشتغل سيتا نورمال والفيل؟ لا. ليه؟ لان انا بشتغل بساين سيتا، يبقى انت دلوقتي هتشتغل بايه؟ بسيتا الكويل. فهنا لو عايز السيتا بتاعت فاي ام واي ما تشتغلش ب 6. ليه؟ لان ال 6 ما بين النورمال تو ذا كويل والفيل، فانا عايز سيتا الكويل، فاعمل 90 ماينس 6 تطلع السيتا كام؟ السيتا 30. طيب لو عايز الفاي ام بتاعت اكس، فاي ام اكس برضه هتعمل لي بي في الاي ساين سيتا، بس البي في الاي موجوده تمام، البي عندي والاي تمام موجوده. المشكله في السيتا، اطلع شوف السيتا. السيتا بص كده مديك ادي الكويل وادي النورمال، السيتا 90 مع النورمال. لو النورمال تو ذا كويل عامل انجل 90 يبقى الكويل نفسه عامل انجل 0. انا اشتغل بسيتا النورمال ولا سيتا الكويل؟ انا هشتغل هنا علشان عايز فاي ام هشتغل بسيتا ايه؟ سيتا الكويل. يعني انا هشتغل بسيتا كام؟ سيتا 0. اجي هنا اقول ان السيتا كام؟ 0. طبعا ساين 0 ب 0 فيكنسل لك ده كله. يعني انت هتجيب لي بي في الاي في ساين 30 ماينس الزيرو تجيب لي الدلتا فاي ام وتحل ويطلع الانسر معاك. خلاص؟ يبقى انت التركايه اللي في السؤال ان انت دايما الفاي ام الرول بتاعها بي في الاي ساين سيتا، سيتا مع الكويل والفيل. ادام انت بتشتغل فاي ام يبقى سيتا الكويل والايه؟ سيتا الكويل والفيل. خلاص؟ كمل يلا السؤال اللي بعده. في السؤال ده بيقول لك ايه؟ In the opposite figure, a coil is placed perpendicular to a uniform magnetic field of flux density. So the magnetic flux that penetrates the coil is phi m. If the coil has rotated from this position by angle 30 about the axis xy, then the magnetic flux that penetrates the coil becomes k. تعال كده واحدة واحدة. قال لك في coil ماله perpendicular. تمام. الكويل بيربنديكولار لدايركشن فيلد، فكانت الماجنتيك فيلد كام؟ فاي ام. يبقى لما كان الكويل بيربنديكولار للفيلد كان في فاي ام بكام؟ فاي ام 1 بفاي ام اللي هي اصلا ايه؟ ماكس. بيقول لك اف ذا كويل روتيتس من البوزيشن ده فروم ذيس بوزيشن باي انجل ايه؟ 30. ايه ده؟ هو الكويل عامل ايه؟ الكويل نفسه ها؟ بيربنديكولار. طب انا قلت لك في حاجتين ممكن نلف منهم الكويل. الكويل لو لف من البارل بشتغل بنفس السيتا، الكويل لف من البربنديكولر بشتغل بالايه؟ 90 ماينس السيتا. هنا هيشتغل بايه؟ هو لف من البربنديكولر بوزيشن، يعني كده السيتا اللي لفها 30 ما اشتغلش بيها. ليه؟ لان هو لف من البربنديكولر فاشتغل ب 90 ماينس ايه؟ 90 ماينس 30. يبقى انا هشتغل بسيتا كام؟ 60. يبقى الفاي ام اللي كانت موجوده هتديكريز لكام؟ لفاي ام ساين ايه؟ الفاي ام تتفك البي في الاي ساين مين؟ ساين 6. ساين 6 اللي هي روت 3 على 2، يعني كده تختار لي روت 3 اوفر 2 فاي مين؟ فاي ام. تمام؟ انما انت لو كنت اشتغلت بسيتا 30 كانت هتطلع ليك هاف، وبص كده هتلاقيها موجوده في الانسر في الانسرز بتاعتك. طبعا دي هتبقى ايه؟ هتبقى خلاص تمام؟ ده كده اخر سؤال معانا في البارت دوت اللي هو البارت بتاع الفاي ام. كده انا ظبطت لك الفاي ام كلها، يعني قلت لك الرول وعرضت لك كذا شكل للاسئله بتاعتها. اظن بعد الفيديو ده هو خد نص ساعه اهو يعني تقريبا، فانت مش محتاج حاجه في الفاي ام. خلاص ده كده اول فيديو لينا في شابتر ايه؟ شابتر 2. ظبطنا الفاي ام اللي هي الماجنتيك فلكس ايه؟ فلكس لاينز. خلاص كمل بقى معايا في الفيديو الثاني هنشوف هناخد فيه ايه. ماشي.